سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا وجالكسي اس 24 بلس. رسميا اعلنت شركة سامسونج عن هاتفين سامسونج جالكسي اس 24 الترا وجالكسي اس 24 بلس. سنتعرف في هذا الفيديو على مواصفات الهاتفين بالاضافة كذلك الى الاسعار. نبدأ أولا بهاتف جالكسي اس 24 الترا. جاء الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G. قدم الإعلان الهاتف في 17 من يناير وسيكون الهاتف متوفر في 25 من يناير الجاري. جاءت أبعاد الهاتف على النحو الثالي: 162.3 ملم في الطول، 79 ملم في العرض، 8.6 ملم في السمك، ويزن الهاتف ما بين 232 غرام و 233 غرام. جاء الهاتف بواجهة من الزجاج والخلف من الزجاج والإطار من التيتانيوم. أما فيما يخص شريحة الاتصال فقد جاء الهاتف بشريحة الاتصال من نوع نانو سيم بالإضافة كذلك إلى دعمه إلى إسيم. جاء الهاتف بـ IP68 لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكن وضع الهاتف في عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة في الماء. جاء الهاتف بشاشة دايناميك LTP AMOLED بتردد 120 هيرتز و HDR10+. حجم الشاشة يبلغ 6.8 إنش ودقة الشاشة 1440 في 3088 بيكسل مع طبقة حماية غوريلا جلاس أرما. جاء الهاتف بأندرويد 14 ومعالج من كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث ومعالج رسوميات أذرينو 750. جاء الهاتف بثلاثة نسخ: 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجابايت من الرام، 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجابايت من الرام، 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجابايت من الرام. أما بخصوص الكاميرات فقد جاء الهاتف بأربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7، الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 3.4، الكاميرا الثالثة بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4، الكاميرا الرابعة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 مع ليد فلاش وأوتو HDR وبانوراما، ويمكن تصوير فيديو بدقة تصل حتى 8K 24 و30 إطار في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 مع أوتو HDR ويمكن تصوير فيديو بدقة 4K 360 إطار في الثانية. جاء الهاتف بسماعات خارجية ستريو سبيكر، لكن الهاتف لا يأتي بمنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس. قد جاء الهاتف بواي فاي 802.11، بلوتوث 5.3، جي بي اس NFC، لكن الهاتف لا يدعم الراديو. فيما يخص منفذ USB فقد جاء الهاتف بمنفذ USB من نوع تيب سي 3.2 مع خاصيات OTG. وقد جاء الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 45 واط، حيث يمكن شحن الهاتف 65% خلال 30 دقيقة. أما بخصوص سعر وألوان الهاتف فقد جاء الهاتف بعدة ألوان: الأسود والرمادي والبنفسجي والأصفر والأزرق والأخضر والبرتقالي. أما بخصوص أسعار الهاتف، نسخة 12 جيجا بايت من الرام و256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية بسعر 1414 دولار تقريبا، نسخة 12 جيجا بايت من الرام و512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية بسعر 1551 دولار تقريبا، نسخة 12 جيجا بايت من الرام و1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية بسعر 1826 دولار تقريبا. الآن ننتقل إلى مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 بلس. جاء الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G، وجاءت أبعاد الهاتف على النحو التالي: 158.5 ملم في الطول، 75.9 ملم في العرض، 7.7 ملم في السمك، ويزن الهاتف ما بين 196 غرام و 197 غرام. جاء الهاتف بواجهة من الزجاج غوريلا جلاس فيكتوس 2 والخلف من الزجاج غوريلا جلاس فيكتوس 2 الأخرى وإطار من الألمنيوم.
أما فيما يخص شريحة صفقة جال هاتف بشريحة اتصال من نوع نانو سيم بالإضافة كذلك إلى إي سيم، وجال هاتف بأي بي 68 لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكن وضع الهاتف في عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة في الماء. فيما يخص شاشة الهاتف فقد جاء بشاشة دايناميك LTP AMOLED بتردد 120 هرتز HDR 10 Plus. حجم الشاشة يبلغ 6.7 إنش ودقة الشاشة 1440 في 3888 مع طبقة حماية غوريلا جلاس فيكتوس 2. جاء الهاتف بأندرويد 14 ومعالج من كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث ومعالج رسوميات أذرينو 750. الهاتف لا يدعم تركيب بطاقة خارجية ميكرو اس دي. قد جاء الهاتف بنسختين 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجا بايت من الرام، 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية و12 جيجا بايت من الرام. فيما يخص الكاميرات فقد جاء الهاتف بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، الكاميرا الثانية بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4، الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2، ليد فلاش اوتو اتش دي ار وبانوراما، ويمكن تصوير فيديو بدقة السلحات 8K 24 و30 إيثار في الثانية. أما الكاميرا الأمامي فقد جاءت بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 اوتو اتش دي ار، ويمكن تصوير فيديو بدقة تصل حتى 4K 30 و60 إيثار في الثانية. جاء الهاتف بسماعات خارجية ستريو سبيكر، لكن الهاتف لا يأتي بمنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس. وقد جاء الهاتف بواي فاي 802.11، بلوتوث 5.3، جي بي اس، NFC، لكن الهاتف لا يدعم الراديو. ما يخص منفذ USB فقد جاء الهاتف بمنفذ USB من نوع تيب سي 3.2 مع خاصية OTG. وقد جاء الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4900 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يمكن شحن الهاتف 65% خلال 30 دقيقة. فيما يخص أسعار وألوان الهاتف، جاء الهاتف باللون الأسود والرمادي والبنفسجي والأصفر والأخضر والبرتقالي والأزرق. فيما يخص سعر الهاتف، نسخة 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجا بايت من الرام بسعر $1000 تقريبا، نسخة 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجا بايت من الرام بسعر $1066 تقريبا. هذه الأسعار تبقى غير ثابتة وتحتمل الزيادة أو النقصان سواء في الهاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا أو جالكسي اس 24 بلس. ستجدون في أسفل الفيديو في الوصف وفي أول تعليق مثبت رابط مقال لجميع مواصفات الهاتف بالإضافة كذلك إلى الأسعار. نشكركم على حسن الصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.